في سميدة الأسماء الكبيرة، ولكن أيضا يدافع عن حظوظه لتحقيق وتكرار نفس الإنجاز بعد إنجاز برضو كرة في وسط الميدان تمشي أمامية، يراقب الوضعية لاعب كيرزاوا. كيرزاوا لمن خروج بكل هدوء من كارير، أحد اللاعبين مصاب في هذه الأثناء، أحد اللاعبين مصاب، حديث عن جاي وربما يكون إنذار. نعم سيكون إنذار باريديس بالفعل، قرار الحكم فلورون باتا بإشارة البطاقة الصفراء في حق لاعب باريديس. مجددا هنا التدخل الذي استوجب اخراج البطاقه الصفراء من الحكم فلورون باطا. هاي عمليه التدخل من اللاعب على دراكسلير. شوف التحكم في الكره، شوف التحكم في الكره. لا تخلينا نقول بانه فريق واحد نشاهده في ارضيه الميدان هو البي اس جي. الكره وصلت الى الجهه اليسرى، الابعاد بهذه الكيفيه من طرف اللاعب زاري، ترجع لكواسي يتقدم بعض الشيء. كواسي يلعب قصيره لزميله كيرير. كواسي باريس سان جيرمان يعطي جود الكثير من الذكاء. تمشي الكرة على الجهة اليسرى ناحية اللاعب دراكسلير. دراكسلير يعيد شوط المباراة الأول بالتقدم حتى الآن مستحق لباريس سان جيرمان. الهدف الذي سجله لاعب باراديس كان ممكن البي اس جي ينهي الجولة الأولى بأكثر من هدف. الثنائية اللي تعلق أو تعلق فيها هدف الإيجابي ثنائي الأرجنتين إيكاردي، ثم بعد ذلك الإنهاء كان جميلا جدا من اللاعب